محمد، دعني أفند لك بعض التفاصيل التي دارت على مدار الساعات الماضية بأحد فنادق طابة هنا في جنوب سيناء، وهي واحدة من المحافظات الحدودية، وأيضا تفصلنا عن الجانب الآخر عن الأراضي المحتلة الفلسطينية. في هذا الفندق تحديدا عصر اليوم نشبت مشادة كلامية في البداية بين عدد من العمال مع عدد من السائحين، وهم من عرب 48 كانوا يتواجدون في هذا الفندق. وبعد الخلاف حول عدم رغبتهم في دفع يعني ما حصلوا عليه من خدمات داخل الفندق، حاول العامل أن يصل معهم إلى حل، ولكن نشبت مشادة أسفرت فيما بعد عن تطور الأمر إلى مشاجرة بينه وبين ثلاثة من أو أربعة من السائحين. يعني الأمر متعلق بالمال يا كريم، لم يدفعوا أي مستحقات مالية عليه، الحال هذا أي أن الأمر غير مسيس كما ادعى الجانب الإسرائيلي، ليس كذلك كريم؟ المصادر المصرية أكدت لنا بأن الأمر هو به شبهة جنائية بالأساس، لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود شبهة سياسية أو حتى عرقية في هذا الأمر، والأمر جميعه يتلخص في وجود شبهة جنائية بالأساس. طيب، مشادة العامل المصري مصاب يا كريم؟ العامل المصري مصاب؟ العامل المصري مصاب بإصابات بالغة للغاية، تم نقله إلى المستشفى، بالإضافة أيضا إلى إصابة ثلاثة من السائحين المتواجدين في المشاجرة، خاصة وأن هناك عدد من العمال تدخلوا بطبيعة الحال عندما رأوا زميلهم في مشاجرة مع يعني عدد من السائحين، تدخلوا في هذه المشاجرة وأدت إلى إصابة العامل المصري بإصابات بالغة، بالإضافة أيضا إلى ثلاثة من المصابين من السائحين، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى وهم الآن يتلقون العلاج. طيب، هذا الوضع الأمني في طابة من الناحية كريم. أخرى أيضا جهات التحقيق تتابع الحادث حتى هذه اللحظة للوقوف على ملابساته، أي أن هناك تحقيقات تجرى في هذه الأثناء مع العامل المصري وأيضا مع السائحين المتواجدين للوقوف على ملابسات الحادث وما إذا كانت هناك تداعيات لهذا الأمر. هذا من المهم ناحية. الحالة من ناحية تسمح أخرى فيما يتعلق بالوضع الوضع الأمني يا كريم. الوضع متأخر. بطبيعة الوضع الأمني حتى هذه اللحظة يسير بهدوء، خاصة وأن طابة خلال الفترة الماضية يتوافد عليها عدد كبير جدا من السائحين، وربما من يحملون الجنسية الإسرائيلية كانوا يتوافدون قبل 7 أكتوبر بصورة أكبر مما هو عليه الآن، وإن كانت هناك مؤشرات لوجود عدد من السائحين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يتوافدون حتى هذه اللحظة. هناك تواجد أمني أصلا على مدار الساعة في مدينة طابة، خاصة وأنها مدينة حدودية لها طابع خاص في الجانب المصري، وبالتالي مصر يعني تحاول دائما وأبدا ما تركز جهودها الأمنية على مثل تلك المدن السياحية كالعادة والساحلية كريم. كالعادة هي بين مصر هي ادعاءات إسرائيلية كاذبة، الأمر جنائي في مقامه الأول والأخير.